بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. احتج المشككون في تدوين السنة المشرفة بأنه وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بتنهى عن كتابة السنة، وأحاديث تانية بتأمر بكتابة السنة، فإزاي إن احنا نجمع بين الأمرين؟ ومن هنا بدأوا يشككوا في موضوع كتابة السنة. والحقيقة احنا شفنا في الحلقات السابقة كثرة الكتابات للسنة النبوية وتنوعها، فكيف نفهم هذا الأمر مع ورود النهي النبوي الشريف عن الكتابة للحديث، وبالذات بقى أنه هذا الكلام سرى بين الناس، بقى عامل زي الشائعة عند كثير، شاع هذا الأمر عند كثير من الناس، وخاصة في عصرنا وفي زماننا، حتى أنه ده سنح لبعض الناس أن هم يطعنوا في السنة وافتروا بأنها قد دخلها زيف كثير أو قليل، واعتدوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأنها هكذا قال المدعون بأنها لم تدون إلا بعد القرن الثالث الهجري، وهذا محض جهل وافتراء وادعاء. والجواب في الحقيقة على هذه الفرية والشبهة هو إن هناك نصوص بالفعل جاءت في النهي عن كتابة الحديث، يعني في نصوص جاءت عن النهي عن كتابة الحديث، وفي نصوص كتيرة جدا وأكثر من النهي جاءت في إجازة كتابة الحديث، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز كتابة الحديث. طب إزاي هنوفق بين الأمرين؟ العلماء المحدثون جمعوا الأحاديث اللي جاء فيها النهي بعدم كتابة الحديث، جمعوها كلها وقفوا أمامها وقاموا بتحقيقها، يعني بدأوا يبصوا بقى في السند بتاعها، حدثنا فلان عن فلان وروى فلان عن فلان، ده السند يبحثوا فيه،
ويبحثوا كمان في المتن اللي هو نص الرواية، وبدأوا يدققوا النظر عشان يفلتروا أو يعملوا نوع من التحقيق العلمي لهذه المرويات، فيطلعوا الغث الضعيف يعني يضعوه جانبا، والصحيح هو اللي بيعول عليه، ويبتدوا يفهموا إزاي جاءت أحاديث بالأمر بكتابة الحديث الشريف ومرويات أخرى تقول بالنهي عن الكتابة، يعني ما بين الأمر والإثبات. انتهى أهل تحقيق من المحدثين إلى أن الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللي مرفوعة فقط وردت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كما في روايته رواية أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، وفي رواية تانية: لا تكتبوا شيئا عني غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه. طبعا الحديث ده ليه تفسير وليه معنى هنفهمه بعد شوي. ولما جمع أهل الحديث المرويات اللي عن أبي سعيد الخدري اللي هي المرويات المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المحققون من المحدثين ذهبوا إلى أن في أحاديث وردت في النهي عن كتابة الأحاديث، جمعوها كلها وجدوا أصح ما ذكر فيها أو أصح ما في هذه المسألة هو حديث أبي سعيد الخدري، وحتى أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، وقالوا بأنه هو ده الوحيد المقبول، وكانت لهذا الحديث ظروف ورد فيها، لأن النهي عن الكتابة هنا بعد تحقيق أهل الحديث والبحث في صحة هذا الحديث، فهو الحقيقة والحديث ده وإن صح يعني أو هذا الموضوع النهي عن كتابة الحديث هنا، إن صح هذا الحديث الواحد في هذا الباب، فهناك أحاديث كتيرة جدا بتأمر متواترة ومتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر بكتابة الحديث. يبقى نسبة الأمر بالنهي إلى الأمر بالكتابة إنه النبي لما أمر بالصحابة أو نهاهم عن كتابة الحديث ثم بعد ذلك أذن لهم في كتابة الحديث، الأمر بالنهي ده الأحاديث اللي صحت هو من طريق أبي سعيد الخدري، وإنه ده نسبة واحد لأعداد كتيرة جدا في أحاديث أخرى بتتكلم عن الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الأحاديث، وحتى زي ما قلنا كانت بتكتب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه صلى الله عليه وسلم. الخلاصة يعني في هذه الإشكالية بس حبينا نديها بعض من التحقيق العلمي كما ذكره أهل التحقيق عشان يبقى في تأصيل للمسألة لطلبة هذا الفن من العلوم المهمة، وفي نفس الوقت نفهم أنه لما بيجي موضوع زي كده في كتب كتيرة جدا من لأهل الحديث جمعوا بقى المشكل في الآثار والمشكل في الأحاديث، ولما يجي أحاديث وأحاديث أخرى قد يبدو بينهما تعارض أو بينهم تعارض، إزاي العلماء وهم في كده في عصور مبكرة كانوا بيقعدوا يجمعوا العلم، يجمعوا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ويبحثوا فيها ويفندوها ويقومون فيها بعملية البحث في السند والبحث في المتن، ويوصلوا إيه الأحاديث القوية وإيه الأحاديث الضعيفة، يعني في حركة علمية دائبة من عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر. والحقيقة خلاصة الكلام في الإشكالية دي إنه فعلا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن كتابة الحديث في الأول، وبعد كده الإذن في كتابة الحديث متأخر جاء بعد كده، وده واضح جدا في كتير من المرويات الصحيحة زي اللي احنا جبناها من كام حلقة فاتت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، يعني يكتبوا له الخطبة بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو شادة كان راجل من اليمن وبيستمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته، فأعجبه ما فيها من علم وأحكام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم اكتبوا لي يا رسول الله، يكتبوا له الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال اكتبوا لأبي شاه. هو سأل النبي أنه يخلي الكتبة يكتبوا له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعبد الله بن عمرو بن العاص في الكتاب عنه صلى الله عليه وسلم. وخلي بالنا إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعني حديثه كان متأخر عن النهي، يعني جاء بعد مرحلة النهي. مرحلة النهي زي ما قلنا عن كتابة الحديث كانت في البداية، لكن بعد كده أجاز النبي كتابة الحديث للصحابة. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيكتب، والإجازة له كانت متأخرة لأنه رضي الله عنه لم يزل يكتب ومات وكتابته، يعني لم يزل يكتب ومات وكتابته رضي الله عنه عنده. إيه كتابته دي؟ اللي هي الصحيفة اللي احنا اتكلمنا عنها في آخر لقاء، الصحيفة اللي كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيسميها الصحيفة الصادقة، لأنه كان بيقعد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب. لو تفتكروا أن قريش، مسلمي قريش، نهوا عن الكتابة فبطل يكتب، وبعد كده راح للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما حدث وأنه كف عن كتابة الحديث، فأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب، وأشار وأومأ إلى فيه وقال ما يخرج منه إلا الحق، وأذن لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إنه يكتب الحديث. فكان يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب في صحيفته التي كان يعتز بها، وهي الصحيفة الصادقة اللي كان عامل لها صندوق وليه حلق، يعني مأمنها خايف على هذا العلم. ولو كان النهي اللي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ممتد، يعني كان النهي ده عن الكتابة متأخرا، لمحاها سيدنا عبد الله بن عمرو لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمحو ما كتب عنه غير القرآن الكريم. فلما لم يمحها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وأثبتها، دل على أن الإذن متأخر عن النهي. يعني النهي عن كتابة الحديث، أو يفهم من حكم النهي عن كتابة الحديث، إنه كان في بداية الأمر، في بداية يعني نزول القرآن الكريم وبدأ الكتبة يكتبوه، ففي بداية الأمر ده كان النهي. ثم بعد ذلك جاءت إباحة الكتابة للكتبة من الصحابة بعد ذلك. يعني النهي كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، حتى لا يعني لا يختلط معه، ويقع يعني في ذلك خلاف أو شقاق بين الصحابة. يعني عملية تنظيمية في تدوين الوحي، إنه ربما النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم ماسكين الصحف اللي هم الكتبة، فبيكتبوا القرآن ويكتبوا جنبه الحديث، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه العلة عشان ما يختلطش الاثنين ببعض. وكان هم لسه في بداية الكتابة، في بداية الأمر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام منهم يتثبتوا الأول وبعدين يتمرسوا، نوع من التدرج في تلقي الوحي الشريف، تدرج بيؤدي إلى تنظيم علمي في إثبات الوحي الشريف، وده شيء معقول جدا. وجاءت على فكرة يعني الأمر ده صريح في كتير من النصوص الموقوفة التي تمنع، الموقوفة عن الصحابة اللي بتمنع الكتابة، إن هم فهموها إنه حتى لا يختلط القرآن بالحديث. فكان في بداية الأمر ورد هذا النهي، فنقدر نجمع يعني أو نفهم إن النهي عن كتابة الحديث كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك جاءت الإباحة من النبي عليه الصلاة والسلام للكتبة بأنهم يكتبوا بعد ذلك، وده كان من باب التدرج في وسائل، يعني ده كان من باب التدرج الترقي في وسائل حفظ الوحي الشريف، وعشان كمان يمتاز القرآن الكريم بالكتابة عما سواه من السنن النبوية، فيحصل نوع من التأمين، تأمين إنه يبقى فيه لبس ما بين القرآن والسنة. فلما زال بقى هذا المحذور واللبس وتمكن بقى الصحابة من الأمر، ووضح إن القرآن يعني الكريم لا يشتبه بغيره، بعد كده أذن لهم في كتابة الوحي الشريف اللي هو الحديث النبوي الشريف، لأنه هو الوحي الثاني بعد القرآن الكريم. يبقى كده هنقدر نفهم إزاي النبي في بداية الأمر نهى عن كتابة الحديث، ثم بعد ذلك أذن بها، لأني أنا عندي صح حديث في هذا الموضوع،
وعندي أحاديث كتيرة جدا بتتكلم عن الإذن للصحابة بكتابة الحديث النبوي الشريف. فعشان يجمع العلماء بين الاتنين نقحوا الأحاديث اللي جاءت في النهي واستخلصوا منها وجدوا هذا الحديث السليم، وضعوا بجانبها الأحاديث التي أمرت بالكتابة عن وفيها إذن من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام بأنهم يكتبوا الحديث، فجمعوا الاتنين ونظروا إلى السياق الزماني في بداية الأمر إلى نهايته، إنه البداية كانت فيها خوف اللبس على الصحابة الكرام، الكتب منهم اللي كانوا بيكتبوا فيبقى في لبس بين كذا أو كذا، فكان في النهي. ثم بعد ذلك لما أمن هذا الأمر أو أمنوا هذا الأمر بدأوا بعد ذلك في يعني إن هم في عندهم تمييز فبين كتابة القرآن وكتابة السنة النبوية، فكان الإذن الكثيف والمتكرر والتي جاءت به روايات كثيرة بالإذن للصحابة الكرام رضوان الله عليهم في كتابة الحديث، وكانوا يكتبون بالفعل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا شفنا ده من خلال المرويات العديدة اللي إحنا توقفنا عندها في الحلقات الماضية. بعد ذلك لما تفرق بقى الصحابة الكرام في الأمصار والبلدان، وبقى عند كل واحد من الصحابة الكرام ما ليس عند الآخر من السنن، كل واحد عنده ما كتبه ما حفظه مسطورا ومحفوظا في الصدور، بعد فترة جمعت أو بعد بقى هم تفرقوا في الأمصار وبقى في جمع حركة رسمية لجمع ذلك، فجمعت السنة من كل الصحابة في جميع الأمصار المكتوبة والمحفوظة مع وضع، وده كان مبكر جدا إنه المسلمين مش أي كلام كانوا يقبلوه ويقولوا إنه ده من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حطوا قواعد، وده من العصر من منذ العهد النبوي مش أي حاجة يقبلوا ويصدقوا إن ده من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوضعوا قواعد مبكرة للاستيثاق من هذا القول الذي ينسب إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازم ننبه على إنه كمان حصل نوع من الاتساع أو اتساع دائرة الكتابة والتدوين في عهد الصحابة والتابعين، يعني الحديث مر بمراحل فيها تدرج من العهد النبوي الشريف، ثم عهد الصحابة، عهد النبوي الشريف والصحابة كانوا بيقوموا بالكتابة والحفظ، وبعد كده في عند الخلفاء الراشدين والتابعين بعد كده وهكذا، يعني العلم ده ماشي بتسلسل وبينمو بيعمل وفي تطور، لان دي طبيعه الحياه ان الشيء بياخد تطور طبيعي، فالعلم كذلك بياخذ تطور طبيعي في كل ما يتصل بباب العلوم من تقييد العلم او كتابه العلم او الاستيثاق منه او طريقه حفظه او طريقه تعليمه، كل ده حركه فيها تطور طبيعيه مر بيها الحديث الشريف. فعلا اتسعت فعلا دائره الكتاب مع الصحابة وفي التابعين وفي عصر التابعين اتساع كبير جدا، وده مع برضو حملها حفظا في الصدور كما اعتادوا كعرب على الحفظ، وكذلك موجود الحديث في السطور، فقد صح عن عدد من الصحابة الكرام الأمر لتلامذتهم بتقييد العلم بالكتاب، وقد قال بعضهم يعني ممكن نستشهد في ذلك ما قيل للصحابة وللتابعين كانوا بيأمروا بكده، زي ما قال بعضهم لقتادة ابن دعامة السدوسي التابعي بيقولوا له نكتب ما نسمع منك، هو بيعلمهم الحديث، نكتب ما نسمع منك، وده في عصر التابعين، قال وما يمنعك أن تكتب، واحد من تلامذته بيقول له كل حاجة أنت بتقولها ننفع نكتبها، قال اكتب ما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب، فقال علمها عند ربي في كتاب. وكتب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وقال له أنكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلة بتاعته هو ليه طلب منهم يكتبوا له الحديث، مش عشان ما كانش موجود، لا كان موجود ومدون، لكن أراد نسخ أخرى أو إثبات آخر يكون معاه، أو أرادها هو لنفسه،
لانه طبعا كانت الادوات الكتابيه مش زي دلوقتي، فعايز نسخه هو لنفسه. فهو بيقول العله فاني خشيت دروس العلم وذهابه، خايف ان العلم الدروس يعني درس الشيء يعني بلى انتهى فنى، فهو يخشى دروس العلم وذهاب العلم انه العلم ينتهي، فعايز يستزيد في هذا الامر بانه يبقى فيه معه شيء مكتوب فيه مع الحرص على حفظ الحديث. وكتب كمان سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة وقال لهم انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهلي. كان عايز يبقى فيه حركة أكبر وأكثر في الكتابة، في تدوين الحديث، ينقلوه في أكثر من صحيفة، وفي نفس الوقت أنه حركة التعلم والتعليم تزداد نشاطا. وهو كان مهتم جدا سيدنا عمر بن عبد العزيز بعملية العلم والتعليم، وكان دايما يحث الفقهاء لما يلاقي الفقهاء كده حصل لهم نوع من الركود في طلب العلم والتعليم، على طول هو يقظ بأنه لا ما ينفعش، حركة العلم لازم تكون متقدة لأنه مرتبط بيها الحضارة والرقي الإنساني، وبالتالي هو عايز حركة العلم تكون في اشتعال في اتقاد لا تخفت أبدا. فكان يأمرهم رضي الله عنه إن هم يقول لهم لتفشوا العلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا، يعني تعملوا مجالس العلم حتى يعلم من لا يعلم، حتى يعلم من لا يعلم، يعني يعلم الذي ليس عنده علم من اللي عنده علم، حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. إن الإنسان يتعلم وما يعلمش مكتفي بيه مع نفسه، إنما لما يجلس في مجالس العلم وينشر العلم بين الناس ويعلم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في بيان وفي تعليم بيان الحديث النبوي الشريف، شرحه وتعليمه وكل ما يتصل به هو إفهام للأنام لما جاء في القرآن الكريم. فأمر ضروري أنهم يوسعوا مجالس الحديث في التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعليم الناس الحديث وإفهام الناس معاني الحديث النبوي الشريف، وأنها لابد أن تكون حلقات متصلة ومتقدة ومستمرة عشان لا يخفت أبدا حركة العلم والتعلم. وحننهي الحلقة دي بالتأكيد أنه وقع الإجماع والاتفاق من جميع أهل العلم، أهل الاختصاص مش الهواة، أهل العلم أهل الاختصاص اللي اشتغلوا ازاي حققوا سند، واشتغلوا ازاي حققوا متن، وازاي يستوثقوا من الحديث، واللي غاصوا في بحار علم الحديث، هذا ما أعنيه بأنه اتفق جميع أهل العلم وناقليه على أن الكتابة والتدوين قد وقعت قولا وعملا من العصر الأول الشريف، ولا ينكر ذلك إلا مكذب برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.
اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، مرحبا بمشاهدينا على القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وعلى قناتنا قناة أون. مرحبا بالجميع. نذكر السادة المشاهدين باستقبال الأسئلة الخاصة بحضرتكم على صفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم الصفحة. احنا بنلتقي بحضرتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنتشرف ان احنا بناخد أسئلة حضراتكم معانا على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وكمان بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، والرواية التي نقرأ بها برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. ناخد الأسئلة اللي معانا النهاردة. أستاذة نغم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ اهلا بيك يا أستاذة نغم. والله ربنا بيحبني عشان حضرتك بتجاوبين على الأسئلة اللي انا مش عارفاها. يا رب يخليك، وانت ما شاء الله عليكي شطورة، انا حافظاكي. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يزيدك. السؤال الاولاني، اتفضلي يا فندم. يوم الجمعة الحمد لله وصلت للجزء العشرين تبارك الله، بس جيت اقرا سورة الكهف اللي هي الجزء الخمستاشر والستاشر، فيجوز ان اقراها من غير ترتيب؟ بس انت وصلتي للجزء العشرين وعايزه تجيبي الكهف عشان اقامه سنه الجمعه بقراءتي. ايوه حاضر. السؤال الثاني، في القران الكريم لهم قلوب يعقلون بها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اللي هي الايه اللي ربنا اتكلم عن القلب، ليه في حين ان الاولانيه اتكلم عن العقل والثانيه بتتكلم عن الابصار؟ طب ما تستنيها دي واحنا في التفسير الموضوعي هناخدها باستفاضه. ماشي حبيبتي، خلاص ماشي. عشان احنا كده كده في احنا متوقفين عند وان يكذبوك، وبنحاول نرد الشبه عن سنه سيدنا رسول عليه الصلاه والسلام، وختام الباقه هي هنتكلم فيها عن المساله دي باستفاضه، لان الوقت النهارده مش هيبقى طويل. حاضر، قولي لي السؤال الثالث. شكرا جزيلا. شكرا. في اسئله ثانيه؟ شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. ست نغم، شكرا. استاذه اروى، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معلش عندي سؤال ده. اتفضلي ست اروى. ما هو الفرق بين صوت الغلول وصوت التحليل؟ صوتك مش واضح، ما الفارق بين الفرق ما بين صوت الغلول وصوت التحليل؟ انا مش سامعه يا تسنيم، ما الفارق بين صوت الغلول وسن التكليف؟ سن البلوغ وسن التكليف، تمام. لان انا ما كنتش اول ما الدوره الشهريه جاتني انا ما كنتش منتظمه في الصلاه. لان اول الدوره الشهريه ما جت لحضرتك، ايه اللي حصل؟ ما كنتش انا منتظمه في الصلوات وفي الصيام. تمام. فانا سمعت حد قال يعني طب حضرتك احصيتي او تعرفي عدد السنين اللي ما كنتيش مركزه فيها في مساله الصيام والصلاه بعد ما الدوره جت لحضرتك في الصغر؟ فاكره كم سنه تقريبا؟ سنتين ثلاثه اربعه ما صمتش، ما كنتش مواظبه قوي في الصلاه، ما كنتش مركزه قوي. لا انا كنت بصلي بس يعني ما كنتش مواظبه قوي عشان ابقى في والصيام كتير. ربما يبقى عليكي ايام الحيض. ايوه انتي تمام. لكن انت عارفه القدر تقريبي قد ايه ولا مش مركزه قوي؟ انا اعرف القدر. ايوه بس طيب كويس قوي. حد قال ان العبد ما بيتحسبش الا بعد سن التكليف، يعني اول 15 سنه. خلاص انا فهمت السؤال، فهمت السؤال يا استاذه ارو. معانا استاذه ساره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عامله ايه يا دكتور؟ الحمد لله فضل ونعم. الحمد لله. إيه لو سمحتي، انا جوزي مدمن بيشرب حشيش. مش عارفه اتصرف ازاي. انت بقالك قد ايه متجوزه؟ خمس سنين. قد ايه؟ خمس سنين. خمس سنين. في اولاد؟ معايا ولد. طيب وضعه في شرب الحشيش ده دائم ولا ايه وضعه؟ دائم. دائم. هل بيستجيب لاي نصيحه؟ بيتاثر شويه ويرجع تاني؟ هو بيأثر شوية معايا بس لما بيقابل صحابه في الشغل أو في مكان تاني بيشرب، بيضعف قدامي. بيجيب حد البيت ولا الكلام ده كله بره البيت؟
هو كان جوه البيت، وبعدين يعني جماعة الأهل وكده وبطلنا جوه البيت. تمام. انت لما بتنصحيه انه ده ما ينفعش مسلم مؤمن يعمل كده، بيسمع بيتأثر بقى ولا خالص ما فيش اي نوع من لا التأثر؟ بيسمع ويقول لي ده عيب، هو مأثر عليا نفسيا جدا، ما بقدرش أشوفه كده. طيب الكلام بتاعه ده مأثر على الحياة في البيت بشكل عام؟ لا هو مأثر عليا أنا لما بشوفه شارب بتعب، نفسيتي بتتعب، وساعات ما بقدرش أتحكم في أعصابي فبتعصب، يروح هو متعصب هو كمان طبعا، والدنيا بقى متبقاش حلوة يعني. بيحصل مشاكل. اه الولد عنده قد ايه؟ 4. 4 سنين. حاضر يا سارة. انت عايزة بتسألي النصيحة ولا انت مقررة قرار؟ هي النصيحة أنا مش قادرة أعمل بيها يعني، طب انت عرفتي ايه النصيحة؟ ما يمكن تبقى خلاف ما في قلبك يعني. مش قادرة أستحمل، أنا مش قادرة أستحمل وجوده كده وهو بيشرب، مش قادرة أشوف وشه كده وأسلوبه وطريقته وهو شارب. يعني انت عايز تطلبي الطلاق؟ أنا طالبة الطلاق بس مش يعني، يعني قدام مميزاته وقدام ديات أنا بحبه، ف لا، مش وفي عارفة أعمل إيه. مش بس فكرة بحبه، فكرة كمان البيت والطفل اللي موجود، يعني مش لازم أفكر في نفسي أنا بس، يعني لو في حتى سبيل لإصلاحي ولو حتى 2-3% ما تعرفيش، يعني نتكلم مع بعض يا حضرتك سارة. ايه؟ حاضر حاضر. هنطلع الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم قدر الطاقة إن شاء الله تعالى. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصابني، فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. فقلتها فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد. مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام. أستاذة نغم بتسأل إن هي يوم الجمعة المقبل، ربنا يبارك في عمر حضرتك ويزيدك من فضله، إنها بتقول هتختم بالترتيب اللي هي ماشية بيه، هتوصل الجزء 20، وبتقول هل ينفع إن أنا أثناء الختمة أرجع أجيب الكهف على أساس إقامة السنة؟ أنا هقول بس قاعدة الأول وبعد كده أجاوب على السؤال بتاع حضرتك، عشان السؤال ده متكرر وحتى جاي على الصفحة كتير جدا، إنه الأولى مراعاة الترتيب عند الختم. أنا بفتتح ختمة وعايزة أراعي الترتيب، الأولى الأولى الأفضل نعمل كده، لكن ما فيش يعني مشكلة تترتب إذا أنا خالفت ذلك، ولا حرج زي ما قلت لحضرتك من عدم يعني مراعاة الترتيب لشرط إتمام يعني قراءة جميع السور والآيات. ده القاعدة اللي أنا افتتحت ختمة، الأولى الأفضل أمشي بالترتيب لغاية ما أختم، لأنه دي من الأعمال التي يحبها الله، الحال المرتحل اللي كلما حل ارتحل، كل ما يخلص رحلته في قراءة القرآن وإنه يختمها يرجع تاني يبدأ هذه الرحلة. ورعاية النظام ده سمت إحنا تعلمناه من الشريعة الغراء، لكن لو حصل إن أنا خالفت ذلك لا إثم على الإنسان القارئ يعني. طيب حضرتك انت واصله عديتي، وصلتي جزء 20، وصلتي اكتر من كده شويه، وعايزه تجيبي سوره الكهف، انت ماشيه في ختمتك ده موضوع، وان انا بجيب سنيه ان انا اقرا سوره الكهف يوم الجمعه ده موضوع تاني، يبقى دي ملهاش علاقه بالختمه اللي حضرتك بتعمليها، وهتفصلي الامرين يا صاحبه السؤال. انت ماشيه في الختمه اللي انت ماشيه فيها عادي بترتبها، وبتجيبي السنه الخاصه بيوم الجمعه وهي قراءه سوره الكهف، جبتيها يوم الجمعه، جبتيها ليله الجمعه كما تشاءين. بالنسبه الاستاذه اروى بتسال ايه الفارق بين يعني سن البلوغ وسن التكليف، هي قصدها ان هي كانت لما الدوره الشهريه جاءتها في الصغر او عند بدايه
ما جاءت الدورة الشهرية ما كانتش منتظمة شوية في الصلوات، الصيام بيبقى عليها أيام اللي كانت تأتيها فيها الحيض ولم تكن تقوم بقضائها، فهي عايز تفهم هذه المسألة. هو سن البلوغ بالعلامات بتاعت سن البلوغ هو ده وقت التكليف الشرعي، فأنتي حضرتك جاتلك الدورة خلاص، ده كل ده علامات البلوغ وحضرتك بلغتي. أنا بلغت كده فأنا تعلمت وأعرف إن في صلاة وفي أركان وفي صيام وفي فبأديها. طيب فاتني بعض الصلوات علي إن أنا أصليها، فاتني قضاء الأيام اللي كنت بفترها بسبب عذر الحيض أو غيره علي أن أقضيها، يعني ده في ذمتي. أيوة، يعني كل ما في ذمة الإنسان من تكاليف عليه أن يقضيها إذا فاته أداؤها، إما فاتني الأداء بتاعها بسبب إن أنا كنتش بكسل بنسى، أو إن أنا زي ما قلنا بيكسل بينسى ما أمشي بأداء هذا الأمر، عليه أن يقضي ذلك ليبرئ ذمته، ودين الله أحق بالقضاء يا صاحبة السؤال، كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذة سارة زوجها بيشرب حشيش وهي متجوزة من 5 سنين معاها ولد، هي بتقول أنا مش بطيء أشوفه بهذه الحالة، أما جينا نتكلم في النصيحة قالت لي أنا مش مستحملة. مهنا النهاردة يا سارة سهل أقوم أقول إيه، إحنا نتطلق ونهد البيت، ده سهل، سهل كده على بعض الناس، فأنا أما أعمل الخطوة دي وبعدين وابني ده لما يكبر وأنا محتاجة هذا الزوج حتى لو هو بحالته دي، بس ممكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أنا عايزة أنك تصبري. هقول النصيحة اللي هي مش عاجباكي وبصي على الاتنين، تصبري وتحاولي بالنصيحة تارة بأن أهله يساعدوكي وبأن احنا ناخد بإيديه، يعني لازم في متخصص يتابع معاه الوضع بتاعه، متخصص علاجي يعني ناخد بأسباب الشفاء عشان نوصل لحل، وما تهمليش الدعاء، الدعاء سر عظيم ولازم نلوح عشان تفتح لنا أبواب خيرات الدعاء، ونختار أوقات الإجابة جوف الليل عقب الصلوات المكتوبات، حال السجود الإنسان، كل المواطن الشريفة من الأزمنة والأمكنة التي ورد فيها النص بأن الإنسان يستغلها، لأنها الدعاء أسرع فيها، لأن الحالة الذهنية والعقلية والقلبية للداعي أدعى أنها تكون في حالة من الخشوع والخضوع، فيكون الدعاء أرجى بالقبول. أستغل هذه الأوقات استنقاذ هذا الزوج، يعني ناخد بإيد هذا الزوج، ده معنى استنقاذه، استنقاذ هذا الزوج من الأمر اللي هو فيه ده، شرب الحشيش أو المسكرات أو ما شابه ذلك، ثوابه عظيم عند الله. أسهل حاجة أقول يلا نتطلق وخلاص يعمل اللي هو عايز يعمله وأنا أمشي وأخد ابني، الحياة مش الأمر ده، قرار مش يسير، وأكتر واحدة بتتعب فيه هي الست، لأن في طفل في 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 أمانة بين إيدينا، فناخد بإيديه شوية لما المسألة توصل لنا خدت بإيديه فعلا، مشينا مع أطباء، حاولنا معاه بالعلاج، حد بقى يقعد معاه، يعني لازم يبقى في متخصصين في الأمر مع مساعدة الأهل، والدعاء الدعاء الدعاء، ولحي في الدعاء وثقي بأن ربنا سبحانه وتعالى يقابل صبرك بعطاء وفرج، فده مهم أن الإنسان المؤمن في رحلته، وإن أنا أخد بإيديه ده لطريق الله المستقيم ده ثوابه عظيم. وبعدين نذكر هذا الزوج وكل من يسلك هذا المسلك الخاطئ أنه ورد في المناهي عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومخدر ومفتر، في رواية تانية كل الأنواع اللي تهز عقلك من قليلها لأكبر حاجة فيها محرمة، ورد فيها النهي، ورد فيها النهي، لابد للإنسان المؤمن أن يحافظ على عقله، العقل منط تكليف الإنسان، فلا بد للإنسان المؤمن أن يحافظ عليه وأن يتقي الله في نفسه، لأن دي من المقاصد، الحفاظ على العقل من المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية، جاءت من أجلها الأحكام للحفاظ عليها عشان يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طيبة ويفوز في الدارين في دنياه وأخرى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم،
يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.